خلاص رايك ايه ده في كفايه فوز قوي ده. رايك ايه في فوز النادي الاهلي النهارده؟ هو النهارده في ماتشين في السوبر، خلينا نبتدي بالاهلي وسيراميكا. طبعا الماتش كان قوي في الحقيقه، فريق سيراميكا فرقه تقيله، الاهلي في البلاس 90 قدر ان هو يجيب هدف بمجهود رائع من امام عاشور. تقييمك للاهلي، تقييمك للكولر في المباراه وللفوز بتاع الاهلي. مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني بالكامل. بحييهم على المجهود، المجهود المتتالي في تنوع البطولات والمشاركات المتتاليه يعني. اللعيبه تعبانه، واضح ان في اجهاد، واضح ان في تعب، بالذات الشوط الاولاني من الناحيه الفنيه ما في مجهود مبذول جامد جدا، في طاقه، في ضغط عالي بيتعمل من اللعيبه من الناحيه الفنيه. كولر طالب من اللعيبه اراح طبعا ثلاث اربع عناصر من بدايه المباراه عشان يقدر يعمل بالانس في الفريق، مريح ناس وبيشرك ناس تانية. تفاجئنا بناس تانية جديدة في التشكيل. انت عندك اول مرة نشوف سولية يبدأ المباراة. دي صور من الهدف. هدف طبعا مجهود. انت مع ان كولر كان يعمل بعض التعديلات في التشكيل طبعًا بسبب الاجهاد؟ لا احنا نادينا طبعا لازم يغير طبعا، وكان ممكن يغير اكتر من كده كمان في بدايه المباراه، يمكن توصل ثلاث واربع. هو عامل ثلاث لعيبه، مغير ثلاث لعيبه، مدخل طاهر، مدخل كريم فؤاد، ومدخل السوليه. دول اللي دخلوا على الفرقه. تمام. عمل ثلاث تغييرات بس على الفرقه ثابته. ده تاني ماتش او ثالث ماتش على التوالي تقريبا، يمكن تغييره واحده اللي اتعملت في الثلاث ماتشات كانت بتاعت اكرم وكوكا بس. كده انت مثبت تشكيل لعيبه طبعا النهارده ثلاث تغييرات، علي معلول ومحمد هاني، وعندك ياسر ابراهيم مسك الخلفيه النهارده، وعندك عبد نفس رجوله. لا ياسر بيثبت كل يوم عن يوم ما شاء الله عليه، لعيب ملتزم منضبط، بيعمل ادواره الدفاعيه على اكمل وجه، مقاتل في الملعب، صح، بيلعب كوره للكوره. ده ياسر ابراهيم. فعلا. تاني واحد، هو اول واحد المفروض يعني، هو امام عاشور. امام انا عايز بس هو نجم المباراه من وجهه نظري طبعا. طبعا، ومش المباراه دي بس، برضو المباراه اللي فاتت في مباراه طبعا قلنا تذبذب المستوى، ده طبيعي جدا. بس كانت حاله الفرقه ككل، خلي بالك، ايوه، في الفتره اللي قبل كاس عالم ده طبيعي جدا. وكان امام لسه بيندمج. كان امام لسه شخصيه النادي الاهلي، طباع النادي الاهلي، تدريبات النادي الاهلي، ده مهم جدا. ليه تدريبات الاهلي مختلفه؟ طبعا كولر، الانضباط في التدريبات. الانضباط في التدريبات، التدريبات كلها لازم تتمرنها. انا بكلمك في تفاصيل من جوه. حضرتك هتنضبط يبقى لازم تتمرن كل التمارين، مفيش حاجه اسمها ما تمرنش، مفيش حاجه اسمها تقول لي مدرب الاحمال اصل مش هجري اربع، طب لو ست لفات هجري ثلاثه بس. انا بجيب لك من الاخر. ففي انضباط حصل، في التزام في التمارين، مفيش حاجه اسمها ريح اصل مش عارف ايه خليهم واحده اتنين، لا. فحصل ده. ففي امام عاشور كل الخطوره النهارده كلها ثرو باص من امام، صح. كل الخطوره والكرات الخطره كان فايق بصراحه، فايق، وعنده رؤيه، عنده موهبه، عنده قدرات بتطلع، عنده روح عاليه قوي في الملعب. بتتكلم في لعيب الدقيقه كام كانت الهجمه الاخيره دي؟ جت 92 تقريبا، 94 عامل دريبلينج من وسط ملعب الخصم، صح، معدي واحد ضد واحد بمهاره، شايل الكره بمهاره، بمقاومه في الدقيقه 92، قوه ومقاومه. أيوة. بالمجهود اللي عامله في الفتره اللي فاتت كلها في السعوديه في كاس العالم للانديه، وترجع تاني بالمجهود ده. خلي بالك انا زعلان ان امام رجع مصر، النوايات دي من اوروبا. طبعًا. لما كان في ميتلاند طبعا انا زعلان عليه. لا والله، شايف ان هو كان الافضل يكمل. انا نفسي المواهب دي تخرج بره، صح. ليه رجعت؟ عندك قدرات، خلي بالك، ده لو اشتغل كمان، وانضباط والتزام وتطوير اداء. ليه رجع؟ لان المدرب اتغير فما كانش مقتنع بيه. لا، مدرب ايه اللي اتغير؟ هو رجع كان مصاب، رجع ما رضيش يروح تاني، قال لك انا عايز اروح. لا، مش احنا سمعنا ان مش الاقاويل اللي حصل، كان المدرب اتغير في الحقيقه، اللي حصل مدرب اتغير. لكن حتى لو المدرب اتغير لازم يكون في اصرار ومصابره. لا، ما اقتنعش بيه. دي ما هو ماشي بس الاجازه، وبعدين اللي احنا عارفينه ان المدرب اتغير ما اقتنعش بيه، بس الاداره ما كانتش عايزه تسيبه. غريبه جدا. ايوه، انا بقول لك على اللي هي دي اللي بقولها لك بقى. هو لما راح، خلي بالك، واضح ان هو ما اقتنعش بيه. ليه؟ واضح ان هو عنده قصور، صور في التدريبات. خلي بالك نوع التدريبات هناك، انت بتتمرن 8 ساعات متواصله. طب بس انت بتقول مجهود امام عاشور في الدقيقه 94 وقوه امام عاشور، لكن هنا غير بره، ما تاقلمش بره، مش اي حد بيتاقلم بره، لان في ناس كتيره هنا بتلعب بتبقى كويسه جدا والله فنيا، لعيبه اقل. طب ما هو، طب هو دلوقتي مش منضبط امام؟ اه، لا، ما هو عشان كده فارق، ما انضبطش ليه هناك؟ طب ما هو يحاسب نفسه بقى. طيب، يبقى هي مش انضباط، هو اللي يحاسب نفسه مش احنا. امام اصلا مش دماغه الاحتراف.
طيب. أنا عارف عشان كده رجع كده كل لاعب عرفت بقى انا بقول لك ليه ماشي. عرفت هو رجع ليه عشان هو مش قادر هي دي اللي ناقصه عقليته مش جايباه ازاي يحترف بره لكن هو يستحق ان هو لازم يبقى متواجد بره في اوروبا ده امام عاشور اللي بنتكلم عنه ماشي. طبعا حته ثانيه برضو طاهر مع طاهر النهارده اداؤه احنا طالبنا اكتر من مره انا كان رايي طاهر يبقى وينجر اكتر وبيرسي تاو يبقى عنده الملكه اكتر بس واضح برضو ان بيرسي تاو عنده مجهود بس عمل ماتش والله حلو عمل اكتف ده طاهر ولا بيرسي تاو لا بيرسي تاو لا بيرسي تاو بيحاول يجتهد فاهمني هو مجهد جدا طبعا ومع ذلك عمل ماتش حلو عمل شغل وخلاص الراجل ونزل مكانه حسين الشحات عندك نبيل كوكا والسولية عندهم اتزان وبالانس في نص الملعب جيدين السولية ماشي مع ريتم الماتش مليعلى كوكا ممتاز جيت. ممتاز تمام طبعا فوق الممتاز عندنا هاني اداؤه جيد جدا النهارده قوي ممتاز عنده النواحي الهجوميه اشتغل عليها الدفاعيه كان واقف كويس انا كلمت تعرف انا عاجبني مين مين مصطفى شوبير لا مصطفى شخصيه مصطفى لعب معايا ما اختبرش بكور جامده شخصيه مصطفى انا بتكلم عن شخصيه مصطفى في الملعب مصطفى امين طريقته الفوت ورك بتاعه ممتاز بيلعب برجله حلوه قوي بس عايز اقول مصطفى كان بيلعب معايا كذا ماتش لما كنت ماسك فريق الشباب السنه اللي فاتت لعب معايا كذا ماتش مصطفى من احسن الجوان الحراس المرمى اللي بتلعب برجليها ممتاز جدا هي بس كان في نقطه يعني خلينا نرجع للحته الفنيه شويه حته سيراميكا هو ليه المدير الفني حاجي لك فيها